كشف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي مؤيد الجحيشي عن تفاصيل تورط محافظ نينوى نوفل العقوب بتهريب النفط من حقول القيارة جنوب الموصل بالتعاون مع فصائل مسلحة. وقال الجحيشي إن نفط مصفى وأبار القيارة ونجمة يتم تهريبه من قبل العقوب والمجاميع المسلحة بمعدل 30 شاحنة يومياً، مبيناً أن القيادية في المجاميع المسلحة أبو أسد هو من يتقاسم مع العقوب أموال تهريب النفط يومياً بمعدل نصف مليون دولار. ودعا الجحيشي أعضاء مجلس نينوى إلى إقالة المحافظ نوفل العقوب ومحاسبته، مشيراً إلى أن المحافظ ومن يرتبط بالمجاميع المسلحة يأخذون أتوات ضعف ما كان يأخذ داعش. واتهم الجحيشي محافظ نينوى بابتزاز رجال الأعمال وأخذ نسبة من المقاولات والعقود عبر شقيقه بسمان، مشيرا إلى أن المشاريع التي تنفذها المنظمات الإنسانية والجهات الدولية الداعمة ينسبها العقوب للمحافظة ويصورها على أنها إنجاز أمام الرأي العام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي مؤيد الجحيشي. أسعد الله مساءك. أهلا وسهلا، أنا مرحب. أهلا بك. بداية، إلى أي مدى يمكن تصنيف جريمة تهريب نفط حقول القيارة في إطار جرائم النهب والسرقة لثروات العراق؟ يعني بداية تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الموصلية الكرام. يعني نستطيع أن نقول أنه السيد محافظ نينوى حاليا نوفل العقوب يعني طفرة نعم نسمعك سيد مؤيد. نعم أكمل سيد مؤيد، نسمعك. تسمعني هسه؟ نعم تفضل. حيث كانت طفرة نوعية أو في غفلة من الزمن تنصب نوفل العقوب في منصب محافظ نينوى، وأهل الموصل يعرفون من هو نوفل العقوب وما كان قبل أن يتنصب في هذا المنصب الجد المهم لنينوى ولأكبر محافظة ما بعد العاصمة بغداد. يعني كانت هناك أعمال إرهابية قبل أن تكون أعمال فساد، ومتهم بها نوفل العقوب هو وإخوته وأولاد إخوته غازي وغير غازي وبسمان. فعندما دخل هذا المكان إلى منصب محافظ وتنصب محافظ نينوى، وكانت المدينة محتلة من أيدي داعش الإرهابي، فكانت الأمور جدا مبهمة على أهالي وعلى سكان محافظة نينوى حيث كانوا تحت يد داعش. استغل هذا المنصب نوفل العقوب وأخذ تأتين، تعرفون من كان تنظيم داعش محتل الموصل، كانت هناك منظمات ودول كانت تدعم المدينة حيث كان هناك تقريبا 20 إلى 15% أو تصل إلى 25% من أهالي نازحين ومهجرين خارج المدينة. فكانت هذه المنظمات تدعم وتأتي بالأموال من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا ومن ضمنها اليابان، كانوا يأتون بالأموال ويعطونها لنوفل العقوب، وكلها كانت تذهب إلى جيوبهم، جيوب الفاسدين، وكانوا يستغلونها أعضاء مجلس محافظة نينوى بالتواطؤ، طبعا بالتواطؤ مع نوفل العقوب. يعني كثير من سكان محافظة نينوى والأغنياء منهم اللي كانوا خارج المدينة يعرفون بأنه نوفل العقوب كان يستغل هذا الأمر، احتلال تنظيم داعش للمدينة يستغله من خلال سحب الأموال باسم محافظة نينوى. نعم. على عاتق من تقع مهمة محاسبة الجهات المتورطة بالفساد في الحكومة المحلية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يطلع البرلمان من خلال لجنة تقصي الحقائق بهذه المهمة؟ سيدتي العزيزة، برلمانيين محافظة نينوى كلهم يعرفون، كلهم على الإطلاق، لا أستثني أي أحد منهم، كلهم على الإطلاق يعرفون مدى صحة
هذه المعلومات ومدى صحة نوفل عاقوم من أنه نزيه أم فاسد، كلهم يعرفون بهذا، لأنهم قد يعني تواجدوا في أماكن عندما كانت هناك هاي الانتخابات هاي الأخيرة في 2018، وأكثر الأمور الرسمية والإدارية تأتي عن طريق المحافظ، يعني الترشيح ومفوضية الانتخابات كلها كانت تأتي من عن طريق المحافظ، ويعرفون ماذا استغلهم، بماذا استغلهم المحافظ. هذا واحد. اثنين، كان رئيس مجلس محافظة نينوى اللي هو بشار الكيكي اليوم هو عضو برلمان، فهو يعرف بهذه الأمور، وأحمد الجبوري يعرف بهذه الأمور، محمد عبد ربه يعرف بهذه الأمور، والذي يدافعون عنه، أتعلمون من اللي يدافع عنه في بغداد؟ الذي يدافعهم البرلمانيين الفاشلين، الذين لم يترشحوا، لم يفوزوا بهذه الانتخابات، يدافعون عن نوفل العاقوب اليوم، لأنه يدفع لهم الأموال مقابل إسكات بغداد وإسكات المسؤولين عنه في بغداد. ملف الفساد لنوفل العاقوب هذا تقريبا من استلامه لحد هذا اليوم كل مسؤولين بغداد يعرفون. زيادة لذلك، بعد أن تحررت المدينة ودخلت فصائل من الحج الشعبي وافتتحت مكاتب اقتصادية في المدينة، هم كلهم متورطون مع نوفل العاقوب، يعني فاتوا مع يعني دخلوا معه، يعني فاتوا معانه بالعقارات، دخلوا معه بالأعمال، بالعقود، بالإنشاءات، يعني حتى تعرفون أنت أهل الموصل كان نوفل عقوب راد يفلش جسر العتيق، راد يفلشه وبيعه سكراب، لولا أن تدخلت منظمة اللي تعتني بالآثار وبالمتاحف، تعتني بالآثار، تدخلت وقالت لا تستطيع أن تسقط هذا، ويعني قدم تقرير ودراسة على تفليش جسر العتيق اللي هو الحديد، جسر الحديدي، وبيعه كسكراب وإنشاء جسر ثاني بدله، يعني جسر كونكريتي. ولكن هذه المنظمة، يعني نقول خلف الله على المنظمة اللي ما قبلت، ثم عادوا وأدخلوا شركة، حتى الشركة التي يعني الذي أعادت رجعت وصلحت الجسر العتيق كانت مو من المحافظة، كانت من منظمة سويسرية دفعت الفلوس لهذه الشركة وأتوا صلحوا، يعني مو يسمعون يقولون المحافظ بفلوس المحافظة صلحها، لا مو بفلوس المحافظة، المحافظ أخذ فلوس المقاولة خلاها بجيبه وما تصليح جسر العتيق. سيدتي العجيزة، فساد نوفل العقوب في مدينة الموصل مو بس فقط مؤيد الجحيش يحكي عليه، كل من يتدخل في الأمور الإدارية والسياسية لمحافظة نينوى يعرف، أول من يصطدم بنوفل العقوب وبفساد نوفل العقوب. يعني اليوم أهل الموصل يعرفون من هو بسمان اللي هو يصير أخو نوفل العقوب. اليوم بسمان يملك في بنوق عمان، ويعرفون بسمان كان ضابط شرطة في الشيخان، وقد اتهم في سرقة ورشوة أحد المتهمين، رشوة من أحد المتهمين، وسرقة أموال كانت تأمينات في المركز، وقد حكم، كان محكوم في سجن بادوش فترة التسعينات. اليوم بسمان يتحدث عن 20 إلى 25 مليون دولار فقط رصيد في عمان، ما عدا فلل ومطاعم اثنين في مركز مدينة عمان، ويقولون بأنه لديه أيضا فلل وشقق، أنا ما متأكد من هاي المعلومة، فلل وشقق في تركيا. مين لك أنت يا محافظ؟ أنت راتبك كمحافظ، كمنصب محافظ هو 5.5 ملايين، أنت مين لك هاي الأموال ملايين الدولارات الطائرة، أنت ولا أخوك بسمان؟ يعني كل هذا من الفلوس النازحين والمهجرين وفلوس مدينة الموصل. يعني أنتوا توقعون أنه الناس عايشة بالخيام أثناء الهجرة والنزوح من تنظيم داعش، ونوفل عقوب بيأجر بيت سكن له على حساب المحافظة ب$9,000، يعني دفتر إلا 10 ورقات، $9,000 بيت بس سكن للمحافظ، وأجر مقر للمحافظة، أجر مقر للمحافظة ب$60,000، أكو بيت يتأجر بالشهر ب$60,000، مسجل له $60,000 إيجار مقر للمحافظة اللي هو كانوا بوزيران بأربيل، وأكثر اللي كانوا خارج المدينة، كل راحة وراجعة والمحافظة على يعني بعض الأمور الإدارية.
فاللي ماسك نوفل العاقوب يا أهل الموصل، اللي ماسك نوفل العاقوب هم أعضاء مجلس المحافظة نفسهم كلهم على الإطلاق، وسياسيين في بغداد والحشد الشعبي. الحشد الشعبي اللي مستفادين منه، اللي عيبيعون الموصل عيبيعوها تفليش، ما بقت أرض في مدينة الموصل لما انباعت عن طريق تواقيع نوفل العاقوب. ما بقت يعني معمل الأدوية باعوا، معمل الأدوية انطوه استثمار ومو مقصوف ولازم يعاد بناء مرتلخ، انطاه استثمار. الحرة، المناطق، المنطقة الحرة في الموصل انطاها استثمار. استثمار شنو؟ استثمار تدفع إيجار مليون دينار، يعني 800 دولار تدفع بالشهر. هذا الاستثمار من نوفل، مال سيد نوفل العاقوب. إضافة إلى سرقة النفط الخام من آبار نجمة وبيع الهيفي غاز الذي يخرج من قيارة ويصفى في مصفى قيارة، وفي الطريق راح تسمعون في الطريق أنه راح يعطي مصفى القيارة استثمار. أنا انعرض علي هذا المشروع قبل أزيد من شهر، أنه تأخذ مصفى القيارة استثمار، طبعا معاه هو بس عن طريق غير شخص. من سمعت بي المحافظ مشارك بالموضوع أنا سحبت إيدي من الموضوع. راح ينطي مصفى القيارة استثمار، وراح يجي يوم، راح يجي يوم ينطي شوارع الموصل هم استثمار. يعني تفوت بالسيارة أنت يا ابن الموصل من السرشخانة، من يم سوق النبي، يأخذوا منك فلوس لأن تفوت من هذا الشارع. يعني حضرة جناب نوفل العاقوب يريد يبيع الموصل، يريد يبيع الموصل كله تفليش، حتى بس تبقى الحضر حاضر اللي هو وبعدين يشلع ينهزم. فأنتوا اسمعوا يا أهل الموصل، نوفل إيش حيعمل بيكم. وإضافة مو بس نوفل، كل أعضاء مجلس المحافظة يأخذون حصص منه، كل أعضاء مجلس المحافظة. ولا ليش ما يشيلوه؟ القانون الداخلي لمجالس المحافظات تقول بأنه على أي سبب كان يستطيعون أعضاء مجلس المحافظة نصف زائد واحد أن يقولون المحافظ، وهم لو ما مستفادين منه، لو ما مشاركين بهاي السرقات كلها وبهذا الفساد كله كان شالوه من أول يوم. وسبق أن أرادوا أن يعني يسقطوه ثلاث مرات، وكانوا يأخذون أموال من عنده وكانوا يسكتون عنه، وكل الموصل يعرفون باقي الأمور. يعني من كان يمطي 100,000 دولار وكان يمطي 50,000 دولار لكل عضو بس يسكت أنه لا يوقع، كل الموصل يعرفون بهذا الموضوع. نعم. هل بتنا اليوم أمام أخطبوط من الفساد مس جميع جوانب المحافظة؟ أكيد نوفل العاقوب ما يشتغل بوحده. يعني نوفل العاقوب أش عند المحافظة شبيها بها لجان، بها لجان زراعة، بها لجنة النفط، بها لجنة الاقتصاد، بها لجنة الطاقة، كلها تحت يده، وكلها تتصرف بأمري كحصص. يعني أبو لجنة الطاقة اللي هي مسؤولة عن توزيع النفط الأبيض لسكان مدينة نينوى على البطاقة التموينية لشهر المدينة، كلهم استلموا نفط أبيض. للعلم حصة الموصل مدفوعة فلوسها من وزارة المالية على وزارة النفط أنه يستلمون النفط الأبيض. هو شو يسوي هو؟ طبعا مع القائم مقام، أكيد مع زهير العرجي ومشترك بهذه الأمور. ما وصلت للعالم ربع الكمية لمدينة الموصل، وربع وثلاث أرباع العالم ما استلمت. يتحججون عليه أنه البطاقة مالك مزورة، البطاقة مالك ما تنقري، ما نفتهم عليها، أنت ما ساكن هنا. يتحجون يأخذون الحصة ماله وتمشي وتروح، وهي كلها ملايين الملايين. يعني حصة الموصل فقط من النفط مدفوعة فلوسها 1,200,000 دولار. حصة الموصل لحد الآن ما كنا نوزع منها ربع الكمية، ولا باقي كلها كل شهر. أنا أقصد كل شهر 1,200,000 دولار بس ما النفط الأبيض، يعني هذا مدعوم من الدولة، مو مثل ما يسلموه للمواطن، ولا مثل الفرق التجاري عن المدعوم. فهي اللي تنباع برا تنباع 3 ملايين 4 ملايين دولار. يعني أنا أتكلم على 5 مليار دينار عراقي، ما تصل من هاي 5 مليار حدود 400 مليون، يعني 4 مليارات ونص دينار عراقي نوفل العاقوب يخليها بجيبه ويوزعها على الحرامية اللي داير ما يدور، رؤساء اللجان، أعضاء مجالس كلها. وهذا الكلام، هذا الكلام مو سر. يعني أنا من عاد أتكلم وأنا ابن الموصل، هذا الكلام مو سر. لا يقولون أهل الموصل والله ما كنا نعرف وفلان نسكت عليه خطية وفلان هذا منصب، لا خلي يحجون. عندهم فيسبوك موجود هسه، الفيسبوك عالميا يعتمد عليه،
يعني تويتر ترامب بيحرك العالم بالتويتر، بالتويتر يحرك العالم. يعني اليوم من قال انا راح انسحب من سوريا، رئيس اركان الجيش الامريكي قال انا ما كنت اعرف ولا لي اعلم، عن طريق التويتر علمت. يا اهل الموصل اتكلموا، هاي الفيسبوك عندكم موجود، ها متاح لكم بلاش، اتكلموا قولوا شفنا فلان شيء، صوروا تكلموا، نزلوا كتب تجي بيديكم مع التزوير. نعم. طيب ما هي رسالتك للحكومة والبرلمان والقضاء بخصوص الفساد في نينوى؟ عيد السؤال، العفو ما سمعت. ما هي رسالتك للحكومة والبرلمان والقضاء بخصوص الفساد في نينوى؟ القضاء عنده ملفات على نوف العقوب. البارحة شخص من بغداد تكلم معي قال 118 ملف موجود للفساد في هيئة النزاهة على نوف العقوب، وهناك خط أحمر على فتح هذه الملفات من جهات من الحشد الشعبي على نوف العقوب. هذا واحد. هاي أنت تتكلمين على القضاء، القضاء كله يعلم بالموضوع. هو هاي ثالث مرة روح على بغداد من أجل المواجهة ومن أجل تحقيق بهاي المواضيع، وما يتم التحقيق معه. يعني من الفندق شوف من وين نازل، تيجي تليفون يقول لا ارجع ماكو كل شيء عليك، لانه يدفع ياخذ فلوس الموصل يروح يدفعها للفاسدين ببغداد حتى يسكتون عليه. بهذا الموضوع، هذا القضاء. انت تتكلمين على البرلمان، مو قلت لك بدايه الموضوع، بدايه الحلقه السؤال، قلت لك البرلمانيين اللي ترشحوا عن مدينه نينوى، اسمعوا يا الموصل، انتم رحتوا كتبتم ورحتم رشحتم فلان وفلان وفلان وفلان، ها ورحتم انتخبتم، ها ترى برلمانيين بغداد كلهم يعرفون بهاي المواضيع، واكثر برلمانيين اللي فازوا بهاي الدوره هم كانوا بالدوره السابقه موجودين، وانت تعرفوهم بالاسم واحد واحد تعرفهم. هم كانوا ياخذون اصلا من اموال مدينه الموصل عن طريق نوف العقوب في السكوت عنه. هذول البرلمانيين اتكلم عن نينوى، اما باقي البرلمانيين اللي من غير محافظات فأتصور ما يعرفون بالموضوع، إذا ما يسمعون بالإعلام، يسمعون بالصحف، يسمعون بالسوشيال ميديا، يسمعون عنها. يعني اتكلموا، يعني أنا أقول يا أهل الموصل اتكلموا، احكوا، لا تقبلوا مرتلخ، لا تقبلوا مرتلخ واحد يجيكم أنتم ما تعرفون هذا منه. نوفا العقوب كل من خدم بالتسعينات في إدارة محافظة نينوى كموظف أو كإداري في محافظة نينوى بالتسعينات يعرف نوف العقوب من كان مدير ناحية فايدة، أش سرق وأش باق، ها وشون فضت شغلته من بغداد، ها بالوساطة، وتوقف وانحال تحقيق، وبعدين هم بالواسطة رجع طلع. كل أهل الموصل يعرفون، أقصد الموظفين اللي كانوا يداومون في التسعينات في مجلس محافظة نينوى وفي إدارة محافظة نينوى. فاليوم أطلب من أهل الموصل مو فقط على نوف العقوب، لا تخافون تكلموا، لا تخافون اكتبوا، عندكم الفيسبوك موجود، الفيسبوك موجود، عندكم التويتر موجود، عندكم الانستغرام، اكتبوا، مو بس فقط على نوف العقوب، كل شيء تشوفوه بالموصل اكتبوه. ما تقدرون تقاتلون، ما تقدرون تحاربون، ما تقدرون تطلعوا مظاهرات، هذا الفيسبوك بيتكم. الفيسبوك كان معنا عبر الهاتف الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي مؤيد الجحيشي، شكرا لك.